بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي Solution Methods 2 MIB أو الIB. إحنا بالمحاضرة السابقة أخذنا أكثر من فورمولا، أكثر من نموذج للIB والMIB على مود شوية يكون عندنا تنوع. اليوم وشفنا أنه كتابة النموذج، الفورمولا مالت النموذج كل شيء يكون مهم في حل النموذج، يعني كل ما تكتبه انت بشكل جيد كل ما يكون الطريقة يعني حله يكون الطريقة اسهل وافضل. ناخذ هنا هسه linear programming relaxations. relaxation نقصد به يعني استرخاء سهلة اكثر. relaxations هنا معناها يا اما اضعف شويه الاوبجكتيف فانكشن او الكونسترينس او القيود، اتلاعب شويه بيها على اضعفها على مود شرط ما اضعفها على مود يصير الموديل مالتي يصير اسهل للحل. هنا احنا راح ما لنا دخل بالاوبجكتيف فانكشن، راح نركز على القيود. واحسن انواع الكونسنتريتور ريلاكسيشنز هو ما يعرف باللينير بروجرامين او بشكل اخر اعم كونتينوس ريلاكسيشن. الكونتينوس ريلاكسيشن هي عباره عن من عندك انت القيود مالت الاي بي الفيزيبل ريجن مالته. لو تشوفها راح تصير بهالشكل هذا، رسمت لك اياها انا هنا. هاي هسه الجوه هاي visible region المسألة IP. احنا بما انه هنا قلنا integer فتلاحظ هذني كلهن النقاط الدوت اللي عندك هنا قاعدة اشير عليها هنا هاي كلها عبارة عن visible points، بس ذني النقاط المأشرة اني هن ذني النقاط الواضحة للمسألة IP اللي عندك. ما كش بياناتهن هنا كش ما تقدر تاخذ، ذني اعتقد تقريبا 12 نقطة فقط. نسوي هالريلاكسيشن هي كانت اي بي مسألة انجيرال بروجرامينج، راح تسويها انت لينير بروجرامينج، راح تحولها من اي بي الى ال بي. فتقدر تحلها بالسمبلكس بالانتيريور ميثود احد طرق الاي بي، لان الحل طرق حل الاي بي اسهل والنموذج مال الاي بي الحل مالته يكون اسهل من الانتجر. فشوف صارت المنطقة مالتنا هاي وسعها 24 الحدود مالتها صارت الجزمة وسعناها اكثر، سويناها ريلاكسيشن فطلعت بهالطريقه هاي. الفيزبل مالتك المنطقه الفيزبل كبرت فراح يصير عندك هنا نقاط اكثر تقدر تاخذ، اضافه انه المنطقه باكملها هاي كلها راح تنأخذ باكملها لان كونتينوس يعني الفراكشن مسموح. وعاده تصير المنطقه الفيزبل ريجن مالت الاي بي محتواك بالفيزبل ريجن مالت الال بي المقابل لها. نجي ناخذ مثال المسألة قلنا راح تكون أسهل. ناخذ هذا المثال عندنا هسه هاي مسألة مينيمم اوبتمايزيشن، هذا الأوبجكتيف فانكشن وهاي القيود مالته، عندنا كواليتي وعندنا انكواليتي. شوف هن ينتمن للصفر واحد، إذا هن انتجر من النوع الباينري، قد يكون حلها صعب. فش راح أسوي لها؟ راح أسوي لها ريلاكسيشن. الريلاكسيشن هنا ان القيود هاي القيود هنا هاي هذا الفيربلز العفو هنا تنتمي للصفر واحد، لا حخليها تنتمي للصفر واحد وما بينهما، للصفر واحد وما بينهما يعني الفراكشن اللي بيناتهم. فصارت شنو؟ صارت المساله ال بي ريلاكسيشن، فتحولت بس نفسها هي لكنه هنا هذا الاخير الشرط على الفيربلز تغير، كلهن صار المتغيرات الأربعة ما بين الصفر والواحد. هسه نجي على proving invisibility. أفرض إنه القيود مالتك أو واحد من القيود اللي مالت المسألة من سويتها relaxation صارت واحدة من عندهن invisible،
بهيج حاله اذا مالت ال بي اذا كان انفيزبل معناها الاصل الموديل الاصلي مالتك هم راح يكون انفيزبل. فراح تساعدنا احنا البرنسبل الاول. If a continuous relaxation is invisible, so is the full model it relax. يعني إذا كان الموديل اللي سويته أنت relax سويت له relaxation طلع عندي ال LB invisible فعنا هالموديل الأصلي اللي إحنا سوينا له relaxation راح يكون أيضا invisible. وهذا مثال عليه. يعني أريدك تسوي ليه مثل فوق هذا exercise العفو. مثل هذا sentiment فقط للزد موجب. أريدك شنو هو؟ تخليه ريلاكس. شو ما راح اسوي لي اياه. نجي على الباوندينج سولوشن. الكونسنتريت ريلاكسيشن اكسبلين ذا فيزبل سيت. مثل ما قلت لك انا قبل شويه على الرسم المنطقه مالت المنطقه الواضحه مالتنا راح تصير اوسع اكسبانس نوسعها وراح نخلي مور كانديدينس للريلاكسيشن اوبتيمال. راح يصير عندي مجموعة حلول أكثر. كان 12 نقطة راح يصير أكثر. فعندك فرايتي أنت من تلقى الحل تدور عليه الأوبتيمم. فالريلاكسيشن هنا أوبتيمال فاليو راح يكون أما يساوي الأصلي أو يسوي له تحسين أو يكون أفضل من عنده أو يسوي إمبروف on the best visible objective function element of objective value عفوا للموديل الأولي to the true model. نجي على هالبرنسبل 2-3. الـ objective function value of any relaxation قيمة الهدف الـ optimal الأمثل لأي relaxation model هو عبارة عن لـ maximize model لنموذج تعظيم ينطيني فد upper bound للموديل الأصلي. وعندك الاوبتيمال فاليو مال الريلاكسيشن للمينيمايزيشن موديل للنموذج التصغير عندك القيمه او احنا تصغير طبعا التكاليف تصير او الخساره. شو يقول؟ ينطيني اللور باوند. اذا هسه الاوبتيمال فاليو مال ال بي ينطيني للماكسيمم موديل ينطيني ابر باوند. وال optimal value مال الريلاكسيشن لل minimization model ينطيني lower bound. ان شاء الله هذا مبين عندك هنا. هذا اريد تحسب لي by inspection. انا بقيت عليك لانه سهل. شوف لي ودز لي على مود دزوا لي اذا انتو اكثر من واحد. خلي اشوف شلون راح by inspection شنو يعني. يعني بيدك تفحص بيدك تشوف لي طلع لي الاوبتيمال فاليو للريلاكسيشن باوند لهذا البروجرام. لاحظ انه هي مساله تعظيم هنا عندك. مو انت عندك هذن القيم ثلاثه المتغيرات العفويه تبين بين الصفر والواحد سوي لي الريلاكسيشن. وهنا انت مخير بانه تعوض بذني. عوض وشوف ايش يطلع لك. لازم تحقق لي القيود وبعدين هنا الفوق هذا بنتعوض به يطلع لك اعلى قيمه. خلينا نشوف شنو الباوند اللي راح يطلع عندك بالنسبه للماكسيمم لانه هي مساله ماكسيمم. عندنا الاوبتيمال سولوشنز فروم ريلاكسيشن. بعض الاحيان ريلاكسيشنز مو فقط ينطيني باوند على الاوبتيمال فاليو للديسكريت الاصلي وانما ايضا بامكانه ينطيني الاوبتيمال سولوشن له. احنا هسه من سوينا ال بي على مود نقيد القيود القيد العفو القيم مال الباوند الاعلى الحدود العليا او الدنيا له للمساله. لكن بعض الاحيان لا مو بس يعطيني فيزيبل ويعطيني قيد الى انما يعطيني راسا الاوبتيمال يصدق ان يعطيك الاوبتيمال خاصه اذا كان شارب. اذا كان المنطقه هاي ارجع للصوره الاولى
إذا كان هذا عندك، هذا إذا كان مطابق عليه جاي، إذا كان القلب المنطقة مالت الفيزبل مالت القلب إذا كانت جاية شارب قريبة عليها أو مطابقة لها، فمعناها الأوبتيمم مالت القلب راح يساوي للأوبتيمم مالت الآي بي. يعني أصلا هي من أول رنة من تريد تحسب تحسب يعني الأوبتيمال مالت القلب خلاص تقول وهو يساوي الأوبتيمال مالت الآي بي. فبعض الأحيان يقول يعطيك إياه. فهنا عندنا هسه البرنسبل 2-4 if an optimal solution to a concentrate relaxation is also visible in the model it relaxes. نفس هالoptimal اللي جيت هناك هو نفسه visible بالأصلي. The solution is optimal in that original model. هاي الحكي اللي قبل شوي حكي تاني. إذا كان visible هنا visible هنا وقد يكون بالفعل هو مطابق إله. هذا المثال هم نشوف ليه باي انسبكشنز. باي انسبكشن مثل ما قلت قبل شويه يعني تعتمد على الفحص اليدوي تشوفه وتقدر ترسم هم يعني المنطقه اذا تريد. هم راوينا هنا احسب لي الاوتو سولوشن مال ريلاكسيشن مال القلب وبعدين حدد لي هل هذا الحل مالتك هو حل امثل للاصلي او لا. شوف لي هو حل الموديل الاصلي الانتجر ورا ما اسوي له ريلاكسيشن لو لا. يعني هسه للاصلي مدام هو اقل من واحد فواحد من ذني ترى ياخذ واحد والاثنين البقيه ياخذون صفر. واذا اريد الماكسيمم مالته ترى عوض اذا تاخذ النقطه 1-0-0 بعدين اخذ 0-1-0 بعدين اخذ 0-0-1 يحقق انا القيد وشوف ايش يطلع لي. الافوياق ما هي اعظم شيء. وعندك الجسمه بنسوي له ريلاكسيشن شوف شو تختار النقطه وش تعطيك اعلى شيء وشوف هل بالفعل هي تعطيني حل الامثال اللي انا اريده او لا. جرب اخذ كل الاحتمالات اللي تريد تسوي قلبي. ناخذ هسه طريقه الراوندد سولوشنز. راح اوقف هنا وخلي أكمل كيها بعدين أخاف الوقت ما يتحمل. شكرا.